اجتماعي مثل اسمه التقاعد او مؤسسات كذلك اقتصاديه ذات طابع صناعي تجاري خدمي فلاحي وما الى ذلك. لا اطيل، ارحب ونشكر يعني ارحب اولا بالحضور. نبدا يعني بارغارونتري من على يساري بالاستاذه لا يعني الترحيب فقط، راني في الكلمه. نرحب ب الرئيس اليوم الدراسي الدكتوره خدير نسيمه، اللي نشكروها على هذه المبادره وعلى هذا العمل، ويعني ونأكد لهنا بالمناسبه ان يعني نشاط الكليه ونشاط الجامعه ككل ليس فقط يعني محاضرات واعمال موجهه وغير ذلك على مستوى يعني القاعات ويعني المدرجات، بل كذلك نشاط علمي، امسيات علميه، وما احوجنا الى هذه الامسيات العلميه، نتبادل فيها الافكار، نتبادل فيها يعني اشياء كثيره وتجارب وغير ذلك يعني في هذا المجال اللي هي تخدم يعني الاقتصاد الوطني، تخدم يعني البلاد من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه وغير ذلك، يعني تجمع الكثير من الامور. ومن على يميني كذلك ارحب بالبروفيسور قادري محمد، اللي هو نائب مدير الجامعه، مكلف بالبحث العلمي والتاهيل والدراسات العليا، يعني ويعني نرحب به، هو مثلنا البروفيسور يحيى مصطفى اللي هو مدير الجامعه من جامعه محمد بقره ابو مرداس. ونرحب كذلك بالاستاذ رحيم عبد القادر نيابه عن فراحي عبد القادر مديريه البرمجه ومتابعه الميزانيه لولايه ابو مرداس، السيد كبير عبد الكريم، نحييه من هذا المنبر. كما يعني كذلك نرحب بنائب العميد للبيداغوجيا على مستوى كلية العلوم الاقتصادية الأستاذ تيميزار، ويلتحق بنا كذلك على المباشر يعني نلتحق على المباشر الأستاذ جهاد بوعزوز من قسم علوم التسيير، اللي هو يعني كان يعني منشط يعني في يعني لهذه التظاهرات العلمية في الكلية، ويعني ذا لغة راقية ويعني تحكم يعني في الليكسيك يعني ايكونوميك في هذا المجال، اذا نشكره. وكذلك ما ننساوش به هو يعني رئيس او مسؤول شعبه القسم علوم التسيير. اذا قبل كل هذا كذلك نرحب بالحضور، ما ننساوش نرحب كذلك بالحضور موجود عندنا معنا هنا في قاعه المحاضرات، كل باسمه وكل بمقامه وكل برتبته، سواء متعلق بالامر بالاداره او يعني زميلاتنا الاستاذات المحترمات، وكذلك من هو معنا على يعني على الشاشه او عن بعد على يعني يعني التحاور او التحاضر، يعني احسن كلمه التحاضر عن بعد. راح نحيي البروفيسور اللي نشوف فيه بروفيسور عرقوب وعلي، راح يكون فيما بعد رئيس الجلسه بروفيسور عرقوب، ومقرره الجلسه الدكتوره بنشوك وهيبه، واللي فيه يعني عناصر يعني او مداخلات ذات اهميه كبيره يعني مختلفه فسيفساء من المداخلات ذات اهميه تصب كلها في يعني اهداف اليوم الدراسي والنتائج المرجو الوصول اليها. قبل كل ذلك انا اتوقف الى هذا الحد ونفتح نحيي الكلمه مباشره للمنشط المعتاد الاستاذ بوعزوز جهاد لمواصله التنشيط. تفضل استاذ. روح منا باش تبان في الاخر. يعني احنا نبداو بتلاوه القران ومن بعد تفضل. والله تريح، انا ريح من دوروا لك شويه فرق. شوفي كيش توري خلاص سيب. اذا بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لن أعتذر عن الالتحاق يعني في متأخر عن الوقت. في البداية يتجدد اللقاء معكم وبكم من طرف كلية العلوم الاقتصادية التجارة والعلوم التسير بجامعة محمد بوغالي بومرداس في النشاطات العلمية التي عودنا عليها يعني أساتذة الكلية، ومن خلالهم أجدد شكري لهم على إتاحة الفرصة لمختلف الباحثين والإطارات يعني سواء من داخل وخارج الجامعة لتناول الموضوعات المهمة في الحقل الاقتصادي، والتي من خلالها يعالجون دائما مواضيع حساسة تثمر في الأخير على اقتراح توصيات تؤدي إلى حلحلة بعض المشاكل المطروحة. إذن قلت يتجدد اللقاء مع يوم دراسي بتقنية التحاضر عن بعد حول سبل تطوير أداء المؤسسات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة. أرحب بالحاضرين على المنصة، على يميني البروفيسور أونيس عبد المجيد رئيس عميد الكلية، الأستاذ قادري كذلك نائب رئيس الجامعة لما بعد التدرج والعلاقات الخارجية، يحضر معنا كذلك الإطار أعتقد في مديرية البرمجة والميزانية، كذلك السيد نائب العميد البيداغوجي والمسائل المرتبطة بالطلبة، الزملاء الحاضرين في القاعة والأساتذة والإطارات الحاضرين من خلف الشاشة أو وراء الشاشة بقيادة زميلنا البروفيسور عرقوب وعلي، يعني نلقي عليهم التحية. إذن دون إطالة نبدأ يعني في المراسيم أو البروتوكولات المعتادة. في البداية أدعوكم لنقف تحية للنشيد الوطني، فلنتفضل مشكور. أعتذر في البداية، كنت أعتقد أنه تم الافتتاح يعني بالقرآن. إذن في البداية نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم. صدق الله العظيم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. إذن دون إطالة نمر إلى الخطوة الموالية وهي الاستماع إلى النشيد الوطني. أدعوكم للوقوف تحية وإجلالا للنشيد الوطني. Thank you.
إذن وعقدنا أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. نجدد الترحاب بالأساتذة الحاضرين هنا في القاعة معنا، القاعة الرئيسية، وكذا الزملاء الأساتذة والإطارات الذين يلتحقون بنا عن بعد عبر الشاشة أمامنا. إذن أجدد شكري من هذا المنبر للقمية واللجنة التنظيمية، كما نجدد شكرنا جميعا للكلية قيادة يعني السيد العميد ونائب العميد وكل الساهرين يعني رؤساء المصالح وكذا نيابة رئاسة الجامعة ومدير الجامعة على دعمهم لمثل هذه التظاهرات العلمية، والتي هي بلا شك تزيد من حركية البحث العلمي ونشر المعرفة داخل الكلية وخارجها. مواصلة لبرنامج هذا اليوم الدراسي، نحيل الكلمة للدكتورة خدير نسيمة رئيسة اليوم الدراسي لإلقاء كلمة في هذا الخصوص، فتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي نائب مدير جامعة محمد بوقرب ومرداس المكلف بالعلاقات الخارجية وما بعد التدرج، سيدي العميد كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، سيد نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير المكلف بالبيداغوجيا، ضيف الشرف ممثل مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية بومرداس، السيدات والسادة الأفاضل الحاضرين معنا في القاعة والمتواجدين معنا عبر تقنية التحاضر عن بعد، أحييكم وأرحب بكم. أما بعد، فلقد برزت في السنوات الأخيرة الماضية توجهات عالمية تدعو إلى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية وبتحسين جودة الخدمة العمومية، حيث ظهرت رؤى جديدة تؤكد على أهمية إدارة المواطنين المحليين لشؤونهم المختلفة،
من خلال المجالس المحلية المنتخبة، من خلال كذلك قطاع خاص تنافسي، منظمات المجتمع المدني، حيث أصبح المواطن المحلي ينادي بتقديم خدمات تساوي حجم الضرائب التي يدفعها، مما دفع إلى نشوء مفاهيم حديثة على المستوى المحلي مثل الإدارة الرقمية، المانجمنت العمومي بمختلف نماذجه، وكذلك الحوكمة المحلية وغيرها من المفاهيم. لهذا حاولنا من خلال هذا اليوم الدراسي الموسوم بسبل تطوير أداء المؤسسات العمومية لتحقيق التنمية المحلية، معرفة مدى تطبيق المؤسسات العمومية لهذه المفاهيم الحديثة التي أشرت إليها، وكذلك لتشخيص نقاط القوة والضعف فيها، وتحديد المتطلبات والعراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات العمومية المحلية، من أجل توضيح الخطوات والآليات الواجب اتباعها لتطوير أدائها ولتحقيق التنمية المحلية، مع الإشارة إلى بعض التجارب الدولية، وفي الأخير للوصول إلى اقتراحات بناءة في سبيل الرقي بالإدارة المحلية وترشيد مختلف جهود التنمية. لهذا جاءت إشكالية هذا اليوم الدراسي في ما هي آليات تطوير أداء المؤسسات العمومية في الجزائر من أجل تحقيق التنمية المحلية. للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم محاور اليوم الدراسي إلى 4 محاور. المحور الأول يتناول مفهوم المانجمنت العمومي في المؤسسات العمومية بمختلف أشكالها، في البلدية، الولاية، المؤسسات الصحية، المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي إلى آخره. نماذج الحديثة للمانجمنت العمومي ودورها في تحقيق التنمية المحلية. المحور الثالث واقع أداء المؤسسات العمومية في الجزائر وواقع الرقمنة فيها، وفي المحور الرابع عرض تجارب رائدة في تطوير أداء المؤسسات العمومية وكذا تجارب عن التنمية المحلية، حيث سيتم التطرق إلى فحوى هذه المحاور ضمن أشغال هذا اليوم الدراسي في الجلسة الموالية بتقنية التحاضر عن بعد. لذا نرجو من خلال هذه المداخلات المبرمجة فيها أن يستفيد قدر الإمكان كل من الطلبة والأساتذة والحضور الكريم، وذلك من خلال النقاش العلمي الموسع والمعمق بين الباحثين والخبراء وإطارات المؤسسات العمومية لإبراز أهم التحديات والعوائق في مجال التنمية المحلية بالجزائر من جهة، وبشأن آليات وإجراءات تطوير